صباح الخير ماجي، احلى صباح لكل المشاهدين اللي عم بيكونوا معنا من البيت عم يشتغلوا تمارين. اليوم التمارين حتكون للمعده، رح نكون عم نشتغل نحن وقاعدين على الكرسي كثير تمارين بسيطه، 5 تمارين رح نشتغلهم بفيدوا كثير معدتنا، وبنفس الوقت بنكون عم نعمله نحن وعم نريح ظهرنا بدون كثير بريشر. رح كون عم بلش باول اكسرسايز انا وقاعده على الكرسي، دائما بعلي التشست، بحاول انه انا حافظ على ظهري جالس انا وعم بشتغل، رح كون عم بطلع باجري بهالشكل كمان، رح اشتغل هذا التمرين تقريبا 20 مرة. خلوا دائما الاجر هي اللي تجي لعندكم، بعد 4 3 2 اخر مرة بريح. رح اشتغل تمرين ثاني، رح امسك الكرسي اخذ سبورت بايدي ورح مد اجري بهالشكل، رح كون عم بعمل هولد باجري، جيبون لعندي بعمل هولد 3 4 5 6 7 8 هولد وبريح. ريح شوي، كنا بهالوقت كنا عم ريح ظهري، خلي المعدة لجوا، برجع بعمل اكستنشن، طلع التشست، ناخذ نفس، بنتقل كمان لمد اجري مرة ثانية، رح هالمرة اشتغل سيزر لتحت ولفوق لتحت، 3 4 5 6 7 اخر مرة 8 وبريح. ناخذ نفس، رح اشتغل اكسرسايز كثير هين هالمرة، رح كون عم بعمل ريتش على اجر الكرسي بهالطريقة من قدام واشتغل كمان ريتش من ورا 4 مرات، ارجع لقدام ريتش لورا لقدام، 2 3 4 لورا كمان لورا 4، بعد مرتين اخر مره 3 4. ريح شوي، رح كون عم بعمل ريتش بهالشكل، نفس الوقت عم بعمل تويست، بحاول اعمل ريتش على ظهر الكرسي، فيني اكيد كون عم بطلع تو ذا فرونت لقدام، بكون جسمي عم يعمل تويست من فوق، اجري ثابتين. هلا اشتغل تو ذا سايد، كواعي عم يتقرب بظهر الكرسي، 5 6 7 8، بعد مرة بفتح ايدي بعمل ريتش أكثر، أربعة 3 2 آخر مرة، ونخلصنا هيك 5 تمارين كثير مفيدة للمعدة نحن وقاعدين على الكرسي. يعني ما عندكم ولا عذر تما تعملوا هيدي الاكسرسايزز وتعيدوها لثلاث جولات على القليلة لتستفيدوا. هيك بكون خلصت السيشن أنا وياكم اليوم، أكيد بدي أتمنى لكم نهار حلو، نهار دائما كله أكتف، قد ما فيكم تكونوا أكتف خلال النهار. أكيد بشوفكم أنا بتمارين جديدة بكره.